لو بيير جميل موجود معنا اليوم كان لبنان وصل لوين وصل. القضية تبع بي منا بس بذكرى استشهاده، القضية تبع بي كانت كل يوم. بتحس هيدا الاسم تقيل عليك؟ يعني بتحسه عبء بمطرح؟ طب قتل بيير جميل، قتل لبنان. إذا ما بتعمل قناعاتك كرمال حياتك، حياتك ما إلا عازي. كرمال لبنان حرزاني، نحن عائلة منضاف، تصلي بيدنا عوجنا، نحمل علم لبنان، نحمل القضية ومنكفي حتى الاستشهاد. ما منضل على الماضي، نحن نتطلع لقدام. طموحك الطبيعي هو تعمل نايب بالمتن يلي هذا المركز لعمك سامي جميل، أو تعمل رئيس حزب الكتاب يلي هو هذا المركز لعمك سامي جميل. عم نحارب كرمال لبنان ولا كرمال إيران؟